للحديث عن تطورات الأوضاع في فلسطين معنا من القدس الباحث الاستراتيجي الفلسطيني الدكتور جمال عمر. مرحبا بك دكتور جمال. بداية، في أي إطار تضع التصعيد العسكري في قطاع غزة؟ من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع؟ أطراف كثيرة تتحمل المسؤولية كاملة وتشارك في الجريمة، كما قال حتى وزير خارجية تركيا داود أوغلو. كل من يؤيد هذا الاحتلال بإخراجه محطات متقدمة على حساب الحق العربي والحق الإسلامي في فلسطين هو شريك في الجريمة وشريك في الدم. أنت تلاحظ أن بعض الأنظمة العربية سارعت من وراء الأردن ومن وراء فلسطين ومن وراء الحق العربي إلى التطبيع مع تل أبيب، وذهبت الوفود وأعطت دفعة معنوية لليمين العنصر الفاشي المتطرف الصهيوني الذي فاز بالانتخابات نتيجة ما حققه من انتصارات في الجانب الدبلوماسي واختراقات في الجبهة العربية والدفاع العربي المشترك. وبالتالي هؤلاء الذين منحوا طوق النجاة لنتنياهو ومنحوه هذه الثقة في النفس هم يعني دونالد ترامب من ناحية ونظامه الفاشي، وبعض الأنظمة العربية المنبطحة التي تقدم قرابين الولاء لتل أبيب لأجل بقاء على سدة الحكم. إلى أي مدى ترى أن هذا يمكن اعتباره ربما يعني كمقدمة لما يسمى صفقة القرن؟ كل ما يجري في المنطقة وكل مأساة حلف القدس الآن حاليا وفي سائر أرض فلسطين هو إرهاصات متقدمة وأولية لصفقة القرن. وهناك محاولات عجيبة غريبة جدا لحجب أي صوت حر يحاول أن يساند قطاع غزة أو فلسطين، تركيا وقطر وسائر الدول مثل الكويت التي يعني لها مواقف مشرفة، يتم الآن الضغط عليها وحتى على الأردن صاحب الوصاية الهاشمية على الأقصى كلهم حتى يستسلموا. وبالتالي صفقة القرن تتدحرج إلى المنطقة وبحاجة إلى أحرار يصدونها، وهذا ما لم تصمت عليه قطاع غزة وجبهة قطاع غزة طويلا، فكان لابد لها من مسيرات، وبعد المسيرات كان لابد لها من الدفاع عن حق الحياة وحق الوجود، الدفاع عن النفس في قطاع غزة. وها أنتم ترون الآلة الحديدية الإرهابية التي تقصف قطاع غزة بلا رحمة وبهذه النيران الكثيفة. هذا التصعيد، تصعيد الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كيف سينعكس على الأوضاع المتوترة في الضفة؟ لا زال كابوس الأمن الفلسطيني الذي هو في خدمة الاحتلال يشكل ضغطا هائلا جدا على شباب الضفة. لكن إلى متى؟ نحن ندخل إلى شهر رمضان الفضيل، وهذا الشهر عادة يعرفه الناس هنا وهم صائمون أنه شهر الجهاد والنضال والوفاء لله ولرسوله ولمسر رسوله، وبالتالي الناس في غاية الجهوزية وفي غاية التوتر ولا يقبلون، عادة ينتظرون بعض الوقت ويعني يجلسون أمام محطات الإعلام ليشاهدوا التطورات ثم يهبطوا للميادين. الاحتلال يدرك ذلك. الاحتلال الآن يقوم بتحركات عسكرية مشبوهة في العاصمة الفلسطينية المحتلة القدس وفي محيطها وفي نقاط التقاطع الرئيسية الاستراتيجية في الضفة الغربية، خشية أن تنطلق وتندلع انتفاضة جديدة. هذه المرة لن تستطيع القوى الأمنية الفلسطينية ضبطها على الإطلاق، ولا التنسيق الأمني المقدس بوسعه أن يساند الاحتلال. يعني ما الخيارات المتاحة بيد فصائل المقاومة لمواجهة التصعيد هذا؟ لا يمتلك ولا تمتلك غرفة العمليات المشتركة ولا فصائل المقاومة بديلا سوى هذا الذي يقومون به. هم لن يستسلموا، لن يرفعوا الراية البيضاء، يمتلكون مواصلة يعني تحقيق إنجاز بالوجع والردع في جبهة الاحتلال. كيف؟ هذا الذكاء في الموضوع هو التنسيق، عدم الفوضى في الرماية والدفاع عن حق الحياة المطفون في قطاع غزة. يعني يقومون بتوسعة رقعة الرماية بشكل ذكي، بمعنى أن الهاربين من حدود قطاع غزة من المستوطنين ستلحقهم النيران في الدفعة الثانية، ثم سيهربون لمنطقة ثالثة ستلحق بهم النيران على المنطقة الثالثة والرابعة وهكذا، وصولا إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب وصولا إلى حيفا وعكا. وعندئذ يدرك الاحتلال أن جميع أراضي فلسطين تحت النار، وإغلاق المطار الرئيسي بالدولة سوف يسبب ذلك ارتباكا شديدا
يعني انت تعرف لديهم احتفال يجهزون له من كل العالم، ستنهار كل طيب. هذه المنظومات. اين تتجه من وجهه نظرك دكتور جمال، اين تتجه الامور؟ لماذا دائما تكون الهدنه في غزه بهذه الهشاشه؟ نعم، هي تتجه في حقيقه الامر نحو سقوط القناع عن كل المطبعين وعن اصحاب صفقه القرن، وان هذا الشعب لم يبع وطنه ولم ينسى وان الامور تتجه نحو التصعيد. يستحيل يعني ان تجد قياده فلسطينيه تستطيع ان توقع يعني بالزور والبهتان على 80% من فلسطين مثل القياده الحاليه، مستحيل. وبالتالي اخذ الاسرائيليون ما لم يحلموا به يعني من استسلام ومن يعني حتى استجلاء يعني، لكنهم لم يمنحوا شيء. اذا البديل الان هو نحو التصعيد. الامور في فلسطين سواء في هذه المواجهه والتي ستقف يعني بطريقه او اخرى، هناك انظمه عربيه نحن نسمع عنها الان دخلت على الخط يعني تساند مصر في وقف التصعيد، لكن هذا على البعد الزمني القصير، لكن على المدى المتوسط وبعيد المدى المنطقه، وانا اقسم لك بالله انها تتجه نحو حرب طاحنه. وهذه الحماقه الامريكيه هي ارهاصاتها الاولى. هذا الولد اللي اسمه دونالد ترامب ابو ايفانكا هو يقود المنطقه لحمام دم، وفلسطين جزء من هذا الحمام ليس وحدها، والفلسطينيين سيدفعون دما غاليا عزيزا نفيسا، لكن ليس وحدهم يا نتنياهو، ستدفعه انت وحكومتك. اذا الامور ستتجه نحو حرب طاحنه في المنطقه، نحن نراها راي العين، نحن نشاهد الارهاصات الاولى والتحضيرات، ولكن بعض الانظمه العربيه لا تزال تغوص في العماله والخشه والنداله. شكرا لك. والسقوط والتجسس. نعم، من فلسطين عبر الهاتف من القدس الباحث الاستراتيجي الفلسطيني دكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لك.